اني وهاتي، وازيكم بنكي كيتي الحلوين، عاملين ايه النهارده؟ رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عن تحدي مع يوتيوبر، او اللي هو تحدي مع يوتيوبر اللي هي غيداء هشام العريقي. فطبعا النهارده الفيديو هيكون جامد جدا جدا جدا، وبس التحدي هيكون هو يوم كامل انا هعيش باللون الابيض وهي تعيش باللون الاحمر. فهتلاقوا رابط الفيديو بتاعها في اول تعليق، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي والفيسبوك برضو في اول تعليق. ومحدش يقول لي انا ما عنديش انستجرام مش عارفه ايه، ماشي عادي جدا يعني ان انتوا ما يكونش عندكم انستجرام. ودلوقتي هدهن الحيطان باللون الابيض، وطبعا لابسه ابيض بس يعني تمام يعني، وهنبدا نعيش اليوم. اوكي، فدلوقتي يا جماعه انا هدهن الحيطان، يلا خليكم مستعدين. والان البيت الدهن يعني باللون الابيض، فدلوقتي هنبدا التحدي. هجيب كل العفش اللي باللون الابيض وكل حاجه باللون الابيض، خليكم معايا لحد دلوقتي. هو دوت الشكل، انا نفسي افهم ليه ما اخترتش لون تاني. يعني انا مثلا انا اصلا اللي مقرره التحدي، وانا اللي مقرره يعني، هي قالت لي نعمل فيديو مشترك وانا قلت لها التحدي والالوان. مش عارفه ليه ما اخترتش لنفسي انا اللون الاحمر وهي اللون الابيض، مش عارفه ليه اخترت لنفسي الابيض. عادي عادي خلاص، حب لاخيك كما تحب لنفسك. هو كده تقريبا الصالون خلص، بس هو مش عاجبني الديكور بتاعه، مش جميل بس اهو على قد الحال. دلوقتي بقى الاوضه دي انا دايما بعملها المطبخ، فانا هعمل الاوضه دي هي المطبخ. اوكي طيب، دلوقتي يا جماعه هو ده شكل المطبخ، مش عاجبني خالص خالص خالص، كل حاجه مش عاجباني بس الحمد لله. هنا هو بقى هتكون غرفه النوم بتاعتي. يا جماعه دلوقتي بقى هحط كومودينو هنا واي حاجه يعني زين بيها الاوضه. ودلوقتي يا جماعه هو دوت يعني البيت خلاص خلصتهم. دلوقتي بقى هشوف اي اكل في الثلاجه، اي حاجه اكلها، وهبدا اعيش اليوم جميل جدا 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 ولطيف ان شاء الله. يبقى يوم لذيذ، هعمل لكم تور كده خفيف في المكان اللي انا قاعده فيه. اولا عندي هنا هوت الحته ديت، عندي هنا هوت المطبخ الجميل جدا جدا جدا، عندي هنا هوت الليفنج الجميله برضو جدا جدا، عندي هنا هوت ده الحمام طبعا، عندي روز الاوضه ديت ملهاش اي لازمه. ودلوقتي يا جماعه هعمل لكم كده حاجه يعني زي رسمه. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين هقف هنا اهوت كده وارسم لكم رسمه جميله جدا على الحيطه. بصوا بقى اقروها عشان اكتبها لكم يعني بضمير جدا جدا، عشان انا يعني زي ما انتم عارفين يعني اي لاف يو. ثانيه بس اكتب لي الحرف. والان اختفت الكلمه الجميله جدا جدا جدا، ودلوقتي بقى هنبدا نعيش يومنا الطبيعي. ودلوقتي هنروح نشوف هنفطر ايه، وهننزل بقى المول نتسوق وحاجات كتيره جدا جدا. التحدي ده هيكون جامد جدا 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 عشان طبعا معايا، وشكرا جدا 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 لل 11000 مشترك مره كمان. واي لاف يو كل بستاتي، واي لاف يو سمكات، واي لاف يو سوايبه، واي لاف يو دودو او وعد، واي لاف يو رو ستارز، واي لاف يو كل اللي بستاتي. اي لاف يو ريم اللي هي منوعات ار اس ام، واي لاف يو هنا وجانا وسما، واي لاف يو نور كات، واي لاف يو دينا، واي لاف يو دنيا، واي لاف يو كلكم. دلوقتي فطاري الجميل اللي ما قدرتش غير اني اجيبه بيضه لذيذه جدا جدا، وهصب كوبايه لبن. ف يعني فطاري جميل جدا جدا وشهي يعني يا جماعه. وكمان انا هعمل تحدي يوم كامل تتحكموا فيا انا وبسكوته وحبيبه وعمر وكده يعني وبس. ودلوقتي بقى انا هاكل يعني او احطهم في طبق او كده يعني واكل. دلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين كوبايه اللبن في ايديا وكمان البيض قدامي، فدلوقتي هنبدا ناكل. وانا متحمسه جدا 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 لان انا اشوف الفيديو بتاع غداء، ويعني اكيد هي متحمسه تشوف الفيديو بتاعي. طبعا انا منزله متاخر عنها شويه بس عشان كان في مشاكل في توكا بوكا عندي مش عارفه ليه، فدلوقتي اصور ايه قصدي دلوقتي نكمل. دلوقتي هناكل اكلنا الجميل جدا، وشربنا اللبن الحمد لله، واكلنا البيضه. ودلوقتي بقى هنحطه في هنا حوض وكوبايه كمان طبعا يعني. دلوقتي بقى اشوف اي حاجه، اي حاجه اروح اعملها. فطبعا هنزل على المول اشوف اي موبايل كفر وابيض او هو لونه ابيض يعني، عشان انا بجد مش هزهق انا كده طوال اليوم. فتعالوا معايا يلا نروح على المول. يا جماعه انا جيت المول زي ما قلت،
جيت المول زي ما قلت لكم علشان اشتري الموبايل الابيض، شكلي هتبهدل النهارده، اصبغ شعري ابيض وحاجه يعني دمار. فدلوقتي جايه بقى اشتري اي حاجه الاقيها باللون الابيض هنا اهو تسليني وخلاص. طبعا لقيت التليفون ده جميل جدا 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 باللون الابيض، وكمان اللابتوب ده تقريبا هو بالابيض، هو داخل على رمادي، بس انا اشتري يعني اي حاجه تسلي وقتي. ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا يا فندم، نورتينا. انا عايز اشتري الحاجتين دول. ماشي، اتفضلي، كريدت كارد اهو. ودلوقتي يا جماعه حسبت وخدت اللي هاخد السله ديت، وهروح اشوف ايس كريم. في ايس كريم في الدور اللي فوق ده، او في اللي تحت اللي فوق خالص يعني. فانا هطلع الدور الثالث دلوقتي، ودلوقتي يا جماعه طلعت الدور الثالث والاخير، فهنشوف بقى في اي حاجه باللون الابيض هنا ولا لا. تمام، عشان ناخدها او نشتريها او كده يعني. طبعا انتوا عارفين ان حظي جميل جدا جدا جدا، فلقيت هنا هو الدونات. ثانيه، مش دي الدونات البيضاء؟ ثانيه، مش عارفه تطلع ليه. هي طلعت بس مش عارفه راحت فين. اهو الدونات الجميله دي، فهناخدها معانا وناخد شويه دونات بيضاء من فوق. كفايه اتنين بس علينا، وتفضل كريدت كارد. دلوقتي بقى هنروح نشوف اي يعني حاجه برضو تاني يعني، ما انا مش هسكت اكيد. انا كده مش عارفه ليه، شوف اي حاجه برضو بيضه كده نحطها، قصدي ناخدها كده يعني. طيب هو كده تمام، فانا هحط الحاجات دي كلها في شنطه، او ممكن انزل الدور اللي بعده. طب انا يا جماعه هلف شويه كده وارجع لكم. ودلوقتي يا جماعه جيت عند صالون الشعر عشان اصبغ شعري، فيعني خليكم معايا. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا اهلا، نورتي بنورك. انا جايه عشان اصبغ شعري باللون الابيض، بس مش اللون الابيض ده، لون عجيب شويه. ما تسرعيش في قرارك. لا لا خالص، انا مش متسرعه في قراري. ماشي زي ما انت عايزه، انا بس بعمل تحدي وبعدين هرجعه على طول يعني. اكيد هرجع هنا تاني واصبغه تاني باللون الطبيعي. ماشي انت حره، اتفضلي على جوه. حضرتك اللي هتصبغولي؟ لا اتفضلي جوه عند استاذ حسام. ماشي تعالى نشوف استاذ حسام ده. حضرتك استاذ حسام؟ عايزه تصبغي شعرك طبعا. ماشي تعالي هنا، عايزه تصبغي باللون الابيض. انت متاكده ده قرار يعني مش بيتاخد بسرعه خالص؟ لا لا انا متاكده. ماشي ثانيه، ده مش الابيض. الابيض فين الدرجه البيضاء؟ انت عايزه انهي درجه بيضاء؟ في ده ثانيه، مش ده، انا مش عارف ايه. حضرتك متاكده انك عايزه الدرجه دي؟ ايوه انا عايزه الدرجه دي. ماشي بس هاخد بس شوار او اقول لا لا انا مش على طول. ايه يا فندم الدرجه العجيبه دي؟ حضرتك مالك؟ طيب يا فندم انا عايزه احاسب. ماشي اتفضل كريدت كارد اهو. طيب تمام، يلا انا ماشيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا يا جماعه انا زهقت جدا جدا جدا، وبعد ساعات من الموبايل، طبعا قعدت على الموبايل كتير جدا جدا يعني بسلي وقتي. وطبعا غيرت تسريحه شعري عشان بجد سرحت تسريحه اللي كانت مضايقاني جدا جدا يعني، لازم برضو يبقى في تغيير. ولبست اللبس ده برضو، غيرت في نفسي شويه. دلوقتي بقى اكل الدونات ده، بقى سناكس الغدا. مش عارفه ازاي سناكس الغدا وانا لسه متغديتش، بس هو يعني اي كلام وخلاص. فدلوقتي اشوف بقى الغدا بتاعي هيبقى ايه. هقفل تليفوني دلوقتي بقى اشوف الغدا. دلوقتي الغدا هيكون سمك ومشروب كده غريب يعني باللون الابيض. فطبعا يعني هتقولوا لي سمك مش ابيض، بس السمك هنا فيه شويه ابيض وشويه ازرق، فانا يعني هحاول اكل. او زي ما انتوا شفتوا كده اكلت الحمد لله. دلوقتي بقى هروح يا اما اخد التليفون كده، يا اما همسك اللابتوب. فانا بفكر اني امسك اللابتوب. فدلوقتي انا قاعده ماسكه اللابتوب، وهروح اقعد كده شويه في البلكونه عقبال لما ميعاد العشاء يجي. تمام، واخيرا يا جماعه الليل ليل، ودلوقتي هزود شويه لمبه عشان الدنيا مظلمه. اعتقد ان كده النور احسن. فدلوقتي بقى هروح واشوف ممكن اتعشى يعني ايه.
طبعا هفتح اللاب، طبعا كنت فاتحه اللاب بس دلوقتي سيبه، وهروح بقى اشوف ممكن نتعشى ايه مع بعض. يا جماعه خلصت عشاء دلوقتي، اتعشيت بيض ولبن زي الصبح لاني ما لقيتش اي وجبه، فدلوقتي افضل بقى على التليفون شويه، ممكن امسك اللابتوب مع بعض يعني الموبايل واللابتوب مع بعض، هدور في الفيسبوك، هدور يعني اي حاجه لحد ما التحدي ده يخلص. واخيرا وليس اخيرا التحدي ده خلص، والساعه بقت 12 بالليل وبس. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش سبسكرايب وكومنتات، وانا تعبت جدا جدا في الفيديو ده، اتمنى تقدروا تعبي ونكون واصلين على بكره او كده يعني 11100. هتلاقوا رابط قناه غيداء، هي هتلاقوها كاتبه كومنت وانا مثبته الكومنت ده، فخشوا على القناه واشتركوا في قناتها، حطوا لها لايكات سبسكرايب كل حاجه. يلا مع السلامه.